والله ما تدري هل هي التبديلات ولا الجهد البدني على اللاعبين ولا الغياب الذهني، ما أدري وش السبب، والله ما أدري وش السبب. سيناريو يغبن، والله سيناريو يغبن. آخر دقيقة يا الله يا الله، 10 دقائق ليش يا حكم؟ ليه؟ سبع 6 دقائق 10 دقائق ليه؟ ما أبغى أصيره. والله متفائلين بالكاس يا عاصم لكن ما جاء. الله، أنا الآن أنا مش مقلقني إنه طلعنا كرة القدم، فوز وخسارة شرفنا صراحة اللاعبين. أنا الآن تبعات الخسارة، الله يعين، الله يعين على اللي بيصير. والله خوفي على هالمنتخب صراحة. حنا ودنا نشتغل خطوة إيجابية من هذه البطولة، بس أعتقد أننا بنطلع للسلبية. الله يستر، خلينا نتكلم عن المباراة. بعطيك عاصم الأسيست، فصل لنا كالعادة بالمواضيع. والله ليلة حزينة. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا، وأهلا وسهلا يا عبد الرحمن. هلا والله، وش السبب؟ تكفى يا أخوان، والله أول مرة أصور وأنا مالي خلق. تكفى، خلنا نطفي الكاميرا. طيب والناس تبغى تعرف. يا أخي والله اليوم مالي خلق، قسم بالله مباراة شحنت أعصابنا شحن يا رجل. والله أنا شف الكورة فوز وخسارة، صح؟ صح. طبيعي أنك تخسر، طبيعي انك متقدم اداء مش كويس، طبيعي انك تطلع من مباراة خروج مغلوب، تفاصيل زي كذا. الاداء اللي قدمناه صراحة اداء يشرف، في تفاصيل صح، المدرب، مبالغات، تبديلات، اوكي تصير. انا خوفي ان ما ناخذ البطولة هذه نقطة ايجابية، اننا نشتغل عليها ونشوف اخطائنا ونشتغل عليها. انا اعتقد انها بتكون نشتغل عليها بشكل سلبي، لانه ما قبل البطولة اشياء سلبية حصلت الان تفتح الملفات، الله يستر. وغير كذا يا عاصم، انا برضو اؤكد على كلامك انه ترى قدامنا كاس عالم وقدامنا بطولة اسيوية اخرى. انا اكلمك حتى نهاية عقد مانشيني الى 2027، فان شاء الله ان شاء الله انها تكون نقله نوعيه للمنتخب. يا رب، بس انا اقول لك انه الان بتفتح القضايا المقفله، ستفتح القضايا المقفله. اللهم لك الحمد. هذه حال كره القدم. ان شاء الله نقول ان شاء الله انه رجالات المنتخب قادرين على انتشال المنتخب وانه يشتغلون عليه السنوات القادمه، نقول يا رب. والله ما اقول يا عاصم الا الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. ندخل في تفاصيل المباراه. ندخل بسم الله، نبدا ونقول اللي ما ينقال. يا سلام. طيب، مباراة السعودية وكوريا الجنوبية. وقبل نبدأ، الله يسعد كل التابع، الرابط الأول منصة إحسان، ادخل للمنصة وتبرع بأي شيء تستفيد منه خارج نطاق كرة القدم. ندرك معصب وطلعت لي يلا، بس هذا حال الكرة. أبي أتكلم يا عبد الرحمن بشكل مختصر عن المباراة عشان ما ودنا نطول. بس أصبر أصبر أصبر، قبل نتكلم بشكل مختصر عن المباراة، وش سبب الخسارة يا عاصم؟ البعض يقول تبديلات، البعض يقول والله يا أخي استنزف منتخبنا بدنيا فخلاص آخر الدقائق كأنه غاب، البعض يقول ذهنيا، لا البعض يقول ما أدري، يعني في سبب. شوف، هي إدارة المباراة آخر 15 دقيقة من المدرب، وطبعا وخلينا نقول أنه بعض اللاعبين قراراتهم كانت سيئة. خلينا نتكلم عن المباراة. أول شيء خلينا نتكلم عن مباراة كوريا الجنوبية، يغير تكتيكه لأول مرة في البطولة كمستوى خططي. احنا تعودنا عليه قبل 4-4-2. 4-4-2 يا سلام. الآن يدخل مباراة المنتخب بثلاثي في الخلف، ظهيرين جنب، ثنائي محور، وثلاثي في الأمام. وش الهدف؟ لإيقاف خطورة أطراف نادي المنتخب السعودي، لأن فكرة مانشيني إيش؟ فرغ لي الأطراف. تلاحظ إنه المنتخب بهذه التشكيلة ما شفنا اختراقات سعود، الزيادة العددية من محمد البريك. الآن فكرة المنتخب الكوري أبشل حركية الطرفين، لأن عنده المنتخب أطرافه ما تدافع، أجنحته سيئة في الواحد ضد واحد وفي الحالة الدفاعية كمجهود دفاعي، وعنده أصلاً أظهرته أسوأ أفراد في المنتخب الكوري الجنوبي أظهرته، فلذلك حط لاعب زائد كقلب عشان سد الفجوات، عشان أقلل المساحات في العملية الدفاعية. أوكي، المنتخب الكوري يدخل المباراة أول 20 دقيقة 30 دقيقة مش متعود على هذا الشكل. تحصل المنتخب السعودي يبالغ في عملية البناء، يعني تحصل الكرات من الكسار اللاجامي العلبلي يبغى يستدرجه في عملية الضغط العالي، يقول لك للكوري تعال اضغط عليه، لأنه ما عنده استراتيجية ضغط عالي، تحصل يضغط بشكل عشان هو يبغى يطمع المنتخب في المساحات. لكن المنتخب الكوري كان حذر، المنتخبين كانوا حذرين، والمباراة تسير إلى يعني سير المباراة. المنتخب كانت فكرة، خلنا نقول فكرة منتخبنا السعودي، إنه
في ناس تسأل ليش بدأ بناصر الدوسري. ناصر الدوسري لأنه لاعب أيسر، ما في لاعب في المنتخب أيسر كلاعب وسط ممكن يقدم لك إلا ناصر الدوسري، لأنك بتقابل أنت لاعب جناح رقم 18 عشان على مستوى التكنيك أنك تقدر توقف، هذه نقطة. طيب. ونقطة أنه ممتاز ناصر في السقوط بين الخطوط، السقوط بين الخطوط مع سالم الدوسري ومحمد كنو كثلاثي خلف المهاجم، انه يسقط بين الخطوط، وهذه فكره المنتخب. ليش؟ لانه خطوط المنتخب الكوري الان مكشوفه، يعني هو خسران لاعب وسط، هو يلعب بثلاثي في الخلف، والثلاثي هذا مش منسجم في عمليه انه يطلع يقابل. فتلاحظ انه دائما الحمل على علي البليهي وحسان تنبكتي في عمليه التمرير بين الخطوط، التمرير بين الخطوط. كم مره علي البليهي مره، كم مره حسان تنبكتي مره بين الخطوط. فهذه فكره المنتخب السعودي في الشوط الاول. طيب بخصوص التشكيله يا عاصم، البعض يقول ليش ما بدا مختار علي؟ فكره المنتخب بالعكس، الاسماء ممتازه، الاسماء ممتازه اللي بدت فيها المنتخب. ليش بالذات في هذه المباراه اختار الخيبري؟ الخيبري هو الاساسي. انت ما لا مختار علي، انت تبدا باللاعب البدني الاكثر، اللاعب البدني اللي بيقطع لك كرات. مدرب المنتخب يبحث عن اللاعب التكتيكي واللاعب اللي يعطيك قدرات دفاعيه اكثر من انه يعطيك لمسات. هذا اسلوب مانشيني. خلينا نقول انه ايضا سالم الدوسري يقدم مباراه عظيمه في عمليه قطع مسارات التمرير لهيونغ مينسون ولثنائي المحوري الكوري الجنوبي، لانه كانت نقاط قوه المنتخب الكوري انه يبغى يبني الكره من العمق. فتلاحظ انه المنتخب جيد في عمليه التمرير، وكأنه يقول للمنتخب الكوري اطلع على أطرافك اللي أنت مفرغها، ولاعب اللي بثلاثي قلوب دفاع أنت مفرغ عندك الأطراف، اطلع على أطراف الملعب في الشوط الأول. فتلاحظ حذر من المنتخب الكوري وحذر من المنتخب السعودي، وشوط أول يعني كل الفريقين حذرين باستثناء أنه الكوري الجنوبي كأنه آخر الدقائق تجرأ شوي عرف الشكل. الشوط الثاني صراحة هذا اللي ما كان ينقص المنتخب السعودي، الحركية، حركية عبد الله رديف. يعني عبد الله رديف أفضل لاعب كمهاجم في عملية المجهود، يروح يمين يروح يسار. طيب ليش المدرب مانشيني ما اعتمد على فراس؟ ليش؟ من خلال أسلوب هذا المدرب لما تشوف اللاعب فراس، ليش ما شارك لا فراس؟ لأنه أنت تتكلم إنه ضد المنتخب الكوري الجنوبي، أنت المفروض إنك تحتاج فراس البركان لأنه بيعطيك مساحات في الخلف. لو إننا نفترض إنه بيلعب برباعي على التشكيلة المعتادة، بس أنا استغربت إنه كان يبحث عن اللاعب اللي يطق راس أفضل، صالح الشهري كهيدر أفضل. هذه نقطة. النقطة الثانية، المنتخب السعودي في الشوط الثاني بعد ما سجل الهدف الأول على طول كوري يغير التكتيك، يرجع للأربعة أربعة اثنين. السبب هذا التشكيل اللي يقدر يلعب فيه كرة قدم، وتحصل المنتخب الكوري يسير في اتجاه المباراة الى اخر دقائق، وتلاحظ تبديل ناصر الدوسري وسالم الدوسري اخل المنظومه جدا. يعني البعض يقول يا اخي اين هجمات المنتخب؟ عيد لاعب له مستقبل، تمام نحترم هذا اللاعب، ولكن هذه المباراه ثقيله جدا على لاعب مثل عيد. اللاعب يعني المدرب المنتخب بحث عن لاعب صاحب المجهود، انت تبحث عن لاعب صاحب المجهود وصاحب العقل في مباراه حساسه. لو تلاحظ سالم، ناصر الدوسري خلنا نقول محمد البريك وسالم هم الثلاثي اللي تقريبا يقف على جهة واحدة دائما. يوم طلع ناصر وسالم ومحمد البريك أصيب، أعتقد أنه تبديل كان إصابة، المنتخب الكوري معون يحضر مع الجهة هذه، حس أنها خلاص انكشفت هذه الجهة وأصبحت الطبال. أصلا المنتخب الكوري ممتازة في عملية أنه يميل على الطرف. كم كورة عرضية من الجهة حسن كادش؟ وايضا نقطه تتكرر العمليه، تتكرر المدرب يتفرج على هذه. وايضا يا عاصم ازيد على كلامك انه اصلا نقطه قوه كوريا الجنوبيه هذه الجهه، فتضاد بمشاركه هؤلاء اللاعبين اللي هم سالم وناصر والبريك. لما غابوا هؤلاء اللاعبين بعد التبديل تحس انه المنتخب الكوري انتشى من جديد، انه صار عندي او رجعت للقوه اللي عندي اللي هو الجهه اليمنى. وهي قوه، بس زادتها قوة انك انت تلعب على نقطة ضعف المنتخب. تلاحظ الثلاثي الان اللي كان نقطة قوة المنتخب، انه محمد كانو كلاعب ايمن وناصر الدوسري كلاعب ايسر، عيد المولد يدخل محمد كانو يميل للايسر، عيد المولد تختل تركيبة خط الوسط، يكون الحمل كله على خط الدفاع وعلى حسن كادش، وايضا عبد الرحمن غريب مثل مجهود سالم الدوسري
في عملية الرقابة وأنه يميل كلاعب وسط رابع مع الثلاثي، فبالتالي تحصل كوريا الجنوبية تناقل الكرة يعني هنا وتلاحظ أرضية أرضية أرضية، ينتظر يا ينتظر الكرة يضرب أو ينتظر الكرة الثانية، كونغ مين سون واقف ينتظر الكرة الثانية اللي ترتد. طيب وش رأيك عاصم في البعض اللي يقول مثلا عبد الرحمن غريب مظلوم أنه ليش ما شارك أساسي مثلا، أو أنه على الأقل أو أنه على الأقل ما شارك في بداية الشوط الثاني؟ المنتخب ماشي كويس بغض النظر عبد الرحمن غريب، المنتخب ماشي كويس كاستراتيجية لعب ممتازة ممتاز إلى آخر ربع ساعة. مش مشكلة المشكلة أنك تنضرب من جهة، المدرب ليش ما تدخل؟ يعني محمد كنو انت وديته للطرف، محمد كنو بطيء في التغطية انه يلعب عكس قدمه ويميل مع حسن كادش البطيء ايضا في عملية انه يلعب بثلاث، حسن كادش بعيد عن مركز انه يلعب ظهير ايسر. طيب اصلا مع الاتحاد يلعب قلب ثالث. طيب اخر خلنا نفصل التبديلات تبديل تبديل. حسن كادش هو اسوأ تبديل صراحة كمستوى فردي، انا اتكلم كمستوى لاعب يدخل كلاعب فردي، هو اغلب مشاكلنا من حسن كادش. طيب عيد، عيد صراحة ومن مشاكل حكم عامل السن. إيه؟ طيب غريب، على عبد الرحمن غريب يعني بسبب انه سالم استنزف بدنيا عبد الرحمن غريب هو افضل بديل، لا ما اقول شيء. وتحس انه ما في يعني مع مشاركه غريب تحس انه ما في حلقه وصل ما بين الهجوم والوسط. هو عبد الرحمن غريب افضل معوض لسالم، لو نقول سالم مش موجود هو عبد الرحمن غريب، بس انت 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 تضرب من هذه الجهه كم كوره عرضيه. طيب ليش المدرب ما تدخل؟ طيب عطني يتدخل بايش؟ وش يسوي بالضبط؟ يتدخل بايش يا اخي؟ على الاقل على الاقل حسن كادش لا يلعب، ميل لي ناصر الدوسري كلاعب ظهير ودخل لي اللاعب مختار علي مثلا. طيب وش رايك لو ميل بالبليهي تمام؟ لا واحد ضد واحد على الطرف صعب انك تلعب بالبلاير، لعب لي ناصر الدوسري تمام؟ خلنا نقول ناصر تعب بدنيا، لعب البليهي طرف. هو اشوف هي استراتيجيه منتخب تمام، وايضا انه المنتخب بعد ما يفتك الكوره اخر 10 دقائق تشتيت غير طبيعي. انا ادري انه المنتخب الكوري قاعد يلعب كله في ملعبك، خمس لاعبين الى ست لاعبين في منطقه الجزاء انا عارف، والضغط اصلا وحشي من المنتخب الكوري خلاص يبحث، انا خسرانه خربانه على قوله المثل. بس على الاقل ما عندنا احنا كان ينقصنا اللاعب اللي يمسك الكره ثلاث ثواني وهذا يا عاصم اللي قلناه بدايه البطوله، انت قلت انا خوفي بالمنتخب السعودي انه ما في لاعب هنا كنت كان سلمان يهدد الريتم. أيوة. لاعب يهدد او فيصل الغامدي، يعني لو فيصل الغامدي موجود يعني احنا نقول لو ما تصلح، بس لاعب يعني يعطيك ثلاث ثواني على الكره عشان المنتخب على الاقل ينتشر ويفتح لك انه تقدر تضرب المساحات اللي خلف. حتى يا عاصم لما يكون المنتخب الكوري ضاغط على المنتخب السعودي تمام، والمنتخب السعودي يرمي كره قدام، حتى رديف متراجع يعني انت تنقل من الدفاع الى الدفاع الكوري ويرجع يبني من جديد وعلى هالحال اللاعبين كذا. خلينا نقول هذا الشوط سجل المنتخب الكوري، الشوط الاضافيه المنتخب الكوري بدا يعني دخل استراتيجيه انه خلاص كل المنتخبين يعني محمد كنو يرجع لنفس مكانه، عيد مولد يرجع كلاعب ايسر، حس المدرب بالمشكله فرجع محمد كنو كلاعب ايمن، التبديلات عون سلولي بديلا لتمبكتي، تبديلات اضطراريه. اما بالنسبه للمنتخب الكوري لاحظ انه هيونغ مين سون ميل كلاعب طرف جناح، وفي مهاجمين في البوكس لاعبين كوريا، واللاعب رقم 18 اللي هو نجم منتخب كوريا يلعب كجناح، هو يلعب بالقدم اليسرى. ايه هو يلعب كجناح ايمن وراح للايسر. الان المنتخب الكوري يبحث عن اللاعبين اللي يتحركون بدون كوره هذول. سون لماذا يعني؟ عشان حسن كادش افضل لاعب، فتلاحظ انه كم كوره يستلمها لاعبين منتخب كوري على طول كوره ساقطه خلف حسن كادش على البلاي، نفس الشيء. لكن الحمد لله المنتخب يقف الى الاشواط الاضافيه. وصراحة احنا نشيد باللاعب الكسار صراحة، قدم مباراة استبسالية. نعم. يشكر عليها الصراحة. كل لاعبين وكل نجوم المنتخب والحمد لله، شيء مكتوب اللهم لك الحمد. ولكن اللهم لك الحمد. هذه بالنسبة للمباراة، انا ما ودي اطيل، هذا اللي صار في المباراة. الله يعطيك العافية يا عاصم. طيب رسالة شكرا ابطال المنتخب، شكرا لكل لاعب قدم، شكرا ايضا ولو نقول هذا واجبنا ان ندعم الجهاز الفني والاداري في المنتخب، ولكن نتمنى انه
ناخذ البطولة نقطة إيجابية يا رب. نتمنى أنه هذه البطولة ما تكون نقطة سوداء أنه ننتكس، نتمنى أنها تكون خطوة لقدام. بس قدامك كأس عالم سوداء. قدامك لا، أنت الآن معك وقت تحضير الكأس العالم، تحضير البطولة الآسيوية الأخرى بناء على عقد مانشيني إلى 2027. يا رب نقول يا رب إن شاء الله أن رجالات المنتخب تنتشر إن شاء الله. طيب نجم المباراة، نجم المباراة صراحة كلهم نجوم المباراة، لكن الكشار من نجم المباراة. وأنا أتفق معك والله. طيب سؤال الحلقة، وش صار آخر ربع ساعة يا أخوان؟ لماذا المنتخب كان منتجهين؟ أنا نفرح، وش صار؟ وجهة نظرك، هل المدرب أخطأ؟ كمتابع بسيط، وش الأخطاء اللي حصلت في المباراة وأدت إلى تدهور المنتخب السعودي مثل ما قال عاصم؟ وش العلاج؟ وش اللي كان المفروض أنه يكون البديل؟ أنت تقول أوكي هذا خطأ وهذا خطأ، طيب وش الحل؟ متفائلين للفترة القادمة ولا لا؟ بكل أمانة هذا بالنسبة لنا. الله يسعدك يا عاصم، ألف شكر. اللهم لك الحمد. والله عاد الحلقة ذي عاصم سامحني صراحة. حزينة حزينة. لا ما تحس مالك خلق تصور صحيح. صراحة. يعطيكم ألف عافية، وقدر الله ما شاء فعل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام عليكم.